Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadhihi tisalma shaykhana shaykh Saeed hafadhallahu ta'ala yata'alak bi al-udhur bi jahil wa ismat al-anbiya wa musafahat al-mar'a al-rajul ajuz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kayf halakum shaykhana? Tab, shaykh Khalid. طيب لا تكون مشغول. أبدا إن شاء الله. الله يبارك فيكم ووفقنا وإياكم. السؤال الأول, how رد علمي على الشخص أو العالم يستلزم تبديلي؟ أعداد؟ يعني هل رد العلمي على الشخص أو على العالم يستلزم تبديلي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, كما قال سلف هذه الأمة, ما منا إلا راد ومردود عليه. إن صاحب هذا القبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الردود العلمية كانت بين الصحابة وبين تلاميذ الصحابة وبين التابعين وما كانت بين أهل العلم, ويراد بها تصفية الإسلام من الشواعب والبدع, يراد منها بيان الحق, يراد منها بارك الله في هداية الناس, يراد بها رد العالم إذا أخطأ إلى الصواب. هذا يعني الردود بين العلم فيها خير. لو الردود لا دخل في الشريعة ما ليس منها, لأنه لا عصمة إلا للنبي عليه الصلاة والسلام ولكلام الله سبحانه وتعالى. العلماء ليس معصومين, فإذا أخطأ العالم رد عليه عالم آخر ورد عليه الصواب. وخبرة شيخ الإسلام على يعني علماء أجلاء لهم قدر وشق في الإسلام رد عليهم ليبين المخالفة التي عندها. فالرد على العالم لا يعني أنك تبدع, إلا إذا تكلم العالم بدعة أو كان من أهل البدعة أو يدعو للبدعة فإنه يرد عليه ويبين أن ما قاله بدعة وأنه يعني من الداعين للبدعة. نعم, بارك الله فيك شيخ.